يبدو هذا المشهد في مناطق كثيرة من طرابلس يشوه منظر العاصمة ويهدد بأخطار بيئية لا تعد ولا تحصى، وتتعدد الأسباب وراء ذلك بحسب شركة الخدمات العامة. حلو، لأن القيم المرصودة لشركات الخدمات على مستوى ليبيا قيم ضئيلة مقارنة بالأعمال، وخاصة نتكلم أنا بصفتي طرابلس اللي يختنها أكثر من 2 مليون، اللي تورد المركب المرحلي في أكثر من 2000 طن. هذه حلول لازم تفكر فيها الدولة، ولازم تعرف أن القيم المرصودة لا تغطي حجم الخدمة. القمامة المتراكمة قد تكون مصدر فائدة أو ثروة، ويمكن الاستفادة منها على عدة أوجه حسب ما يرى المختصون، لكنها بدلا عن ذلك أصبحت مصدر أذى للمدينة. طبعا هذه المخلفات المفروض أن هي تجمع وتنقل التخلص منها أو لمعالجتها والاستفادة منها، كأسمدة، إنتاج غازات الميثان، إنتاج الكهرباء، إنتاج الحرارة. أيضا المخلفات اللي احنا مش ممكن نستفيدوا منها تدفن في مقالب الردم الصحي، وهذه المقالب ايضا لها اشتراطات. الحلول متوفرة وبسيطة كما يرى المواطنون، وان لم تكن في استطاعة الجهات الحكومية فيمكن ان يتم الاستفادة من شركات من خارج البلاد بحسب تعبيرهم. لو ان في مراكز قمامة، في مش نقول مراكز قمامة كبيرة يعني محطات والى احنا حنقولوا شيء بسيط، سلة قمامة موجودة في كل شارع، ما عادش حتكون في قمامة في البلاد. لكن هذا يرجع لفكر المواطن في الحد الاول وفكر الدولة في الحد الثاني. غضينا على كل شيء اللي صاير في ليبيا، لكن وصلت بينا المرحلة نتناسف كل مكان. قصدي مشكلة لازم حلوها، ما تقدروش على حلها في شركات خارج ليبيا تقدر تجي تحلها. أزمة يزيد تفاقمها كل يوم، ويهدد بحدوث كوارث أكبر وانتشار أمراض لم تكن في الحسبان إن لم تجد طريقها السريع إلى الحل.